موديول رقم 16 بيتكلم عن نتورك سكيورتي فاندامنتالز. طبعا الموديول ده ما كانش موجود في السي اس ان اي اللي هي فيرجن 6، بس هو هنا حب يديك يعني يديك شويه معلومات عن النتورك سكيورتي، لان اساسا في كورس اسمه سي سي ان اي سكيورتي اساسا يعني. فالحاجات دي كلها ايه، هو بيديك بس ايه معلومات عامه عن الموضوع بتاع السكيورتي، ازاي تسكيور مثلا نتورك، ايه موضوع، ايه اصلا انواع الاتاكس، ايه هي الورمز والانتي فايروسز والكلام ده كله. فممكن يكون في معلومات هنا انتوا عارفينها، بس ايه هي تعتبر معلومات عامه لازم تكون عارفها بقى. طيب في الموديول 16 ده هيبدا يتكلم عن السكيورتي ثريتس والفولنربيلتيز، اللي هي ايه هي نقاط الضعف وايه هي الحاجات اللي ممكن يستغلها اي حد عشان يهاك النتورك بتاعتي. تاني حاجه النتورك اتاكس، ايه انواع النتورك اتاكس والفولنربيلتيز اللي بتؤدي الى الاتاكس دي، ونتورك اتاك ميتيجيشن، ازاي احد من عمليه الهجوم اللي بتتم على النتورك بتاعتي، والديفايس سكيورتي، ازاي اعمل سكيورتي للجهاز بتاعي. طيب اول جزء او اول سيكشن اتكلم عنه السكيورتي ثريتس اند فولنربيلتيز. اول حاجه بيقول لي هنا انواع الثريتس اصلا، يعني ايه انواع اللي هي الاتاكس او انواع الفولنربيلتيز اللي هي ممكن تستخدم عشان اي حد يدخل على النتورك بتاعتي يعمل مشكله. طيب الاتاكس ديت على النتورك طبعا هي بتؤدي الى لوس اوف تايم واللوس اوف ماني، تؤدي الى ان في ناس بتسرق البيانات بتاعتك وممكن تسرق الفلوس بتاعتك، ماشي. ممكن يعمل اكسس على النتورك بتاعتك من خلال اي نقطه ضعف موجوده عندك في النتورك او موجوده عندك في الموقع بتاعك. ممكن يجس اليوزر نيم بتاعك والباسورد من خلال طبعا ايه، من خلال بروت فورس اتاك كده، ان هو بيبدا يحط باسورد، بيجس كده بيخمن كذا باسورد يعني، فممكن يعني يظبط معاه في مره ويدخل على الحساب بتاعك مثلا، ماشي. ولو حصل كده، لو حصل الكلام ده هيؤدي الى ايه بقى، الى مجموعه الثريتس دي اللي هي الانفورميشن سيفت اللي هي المعلومات بتاعتك هتتسرق، الداتا لوس، والمانيبيليشن اللي هو البيانات المهمه بالنسبه لك ممكن ما تلاقيهاش موجوده اصلا، ماشي. الايدنتي سيفت اللي هو ممكن ينتحل شخصيتك، كمثلا ممكن يخش على حساباتك كانه انت بالظبط ويتعامل مع الناس كانه انت بالظبط، فطبعا ده ايه تؤدي الى مشاكل طبعا ماليه ومشاكل معنويه. وديسربشن اوف سيرفيس اللي هو ممكن يوقف لك الخدمه اللي انت ايه اللي انت بتحتاجها دايما، يعني انت مثلا بتحاول دايما تدخل على موقع مثلا بتعمل عليه عمليات معينه، ممكن يوقع لك الموقع ده، ممكن هو طالما هو دخل باسمك انت ممكن يلغي الاكونت بتاعك، ممكن يعمل لك مشكله في الموقع، يعمل لك مشكله مع اصحاب الموقع فيلغوك من عندهم كده يعني، ماشي. طيب ايه انواع الفولنربيلتيز اللي هي نقاط الضعف اللي ممكن يستغلها الانترودرز او الناس اللي هم المنتحلين الشخصيات دولت او الناس اللي هم الاتاكرز يعني، عشان يبداوا يدخلوا يعملوا مشاكل على السيستم بتاعك. بتنقسم الى ثلاث انواع، التكنولوجيكال فولنربيلتيز اللي هي عباره عن نقاط ضعف بس ايه تكنولوجيه. يعني ايه تكنولوجيه؟ يعني مشاكل مثلا في ضعف تي سي بي بروتوكول، ماشي، بروتوكول ويكنس، الاوبريتنج سيستم مثلا في مشكله ما تعملوش ابديت، تمام. النتورك ايكويبمنت ويكنسز اللي هي المكونات بتاعه النتورك نفسها اساسا انواع تعبانه مش تبع شركه معتمده مش شركه معروفه، ماشي. فدي التكنولوجيكال ايه فولنربيلتيز اللي هي النقاط الضعف الايه اللي بتعتمد على التكنولوجيا نفسها، التكنولوجيا المصنوع منها الحاجه نفسها. طيب تاني حاجه اللي هو الكونفيجريشن فولنربيلتيز اللي هو نقاط ضعف بس في الكونفيجريشن، يعني انت مثلا اشتريت اجهزه قويه وكل حاجه بس ايه بس عملت الان سكيورد يوزر اكونت، ما عملتش يوزر اكونت بشكل سكيورد، سيستم اكونت ووز ايزلي جيزد، عملت باسوردز بس ممكن اي حد يخمنها، طبعا ده هتبقى مشكله. المس كونفيجرد انترنت سيرفيسز اللي هو بيبقى فيه خدمات مش متعرفه على الاجهزه اللي انت جايبها ديت، فطبعا الخدمات ديت مثلا زي خدمه الباسورد انكريبشن، زي خدمات تانيه الفاير اللي هي الاكسس كنترول، الحاجات دي كلها يعني. والان سكيور ديفولت سيتنجز، يعني ساعات بتيجي اجهزه كده بديفولت سيتنج ما بتبقاش محبذه فلازم تتغير طبعا، ماشي. النوع الثالث من الفولنربيلتيز اللي هو السكيورتي بوليسي فولنربيلتيز اللي هي نقاط الضعف الايه اللي بتعتمد بقى على السكيورتي بوليسيز نفسها، اللي هي السياسات بتاعه الحمايه نفسها،
يعني مثلا بيقول لك ايه ليك اوف ريتن سكيورتي بوليسي، يعني مثلا الشركه دلوقتي اشتغلت بس ما عملوش بوليسي يتبعوها عشان يعملوا سكيورتي كويس جدا للاجهزه بتاعتهم. ماشي، كل واحد شغال بدماغه كده. اللي هي البوليتكس بقى اللي هي السياسات بقى، ساعات السياسه تفرض عليك حاجات معينه انك ما تعملش حمايه لحاجات معينه، طبعا دي بتؤدي برضو الى مشاكل. والليك اوف اوثنتيكيشن كونتينيوتي اللي هو لازم تطمن دايما ان انت بيبقى عندك اوثنتيكيشن، يعني الشخص اللي دخل دلوقتي على السيرفيس لازم يكون اوثنتيكيتد، لازم يكون معروف هو مين ومعروف بيعمل ايه بالظبط. خلاص. ولوجيكال اكسس كنترول اللي هي زي مثلا الاكسس كنترول ليست اللي هو كل واحد عرفه هو المفروض يعمل ايه، كل شخص المفروض هو مسؤول ان هو يعمل ايه. تمام، زي الاكسس كنترول ليست يعني. السوفت وير اند هارد وير انستليشن اند تشينجز نوت فولوينج بوليسي، يعني برضو ايه تغيير الاجهزه وتغيير السوفت وير ما بيتبعش البوليسي معينه، كل واحد شغال بدماغه برضو، فده بيؤدي الى برضو ايه يؤدي الى فولنربيليتيز. ونون اكزيستنت ديزاستر ريكفري بلان، مفيش بلان مفيش خطه عشان لو حصل مثلا مشكله او حصل تدمير في جهاز معين او حصل مثلا اتاكينج لجهاز معين، مفيش خطه بديله، مفيش باك اب، مفيش حل للمشكله ديت مسبق معروف ومفروض عمليا يعني. ماشي، فقلنا دلوقتي ان في ثلاث انواع من الفولنربيلتيز اللي هي نقاط الضعف، اللي هو التكنولوجيز حاجات خاصه بالتكنولوجيا زي مثلا حاجات في البروتوكولز بقى في الاوبريتنج سيستم نفسه في مشكله، كونفيجريشن اللي هو بيكون انت ما عملتش كونفيجريشن كويسه، ما عملتش باسورد قوي، ما عملتش سيرفيسز كويسه ودعمتها موجوده بتبقى موجوده عندك، او السكيورتي بوليسي فولنربيلتيز اللي هي الحاجات الخاصه بالايه البوليسز بقى اللي هي المفروض يكون في خطه متبعه عشان لو حصل اي مشكله المفروض احلها ازاي، ما فيش الكلام ده. طبعا دي بتؤدي الى ايه الى نقاط ضعف. طيب الفيزيكال سيكيورتي ازاي؟ بيقول لي هنا if network resources can be physically compromised a threat actor can deny the use of the network resource. The four classes of physical threats are as follow. ايه بقى الفيزيكال threats اللي ممكن يستخدمها الاكتور او الثريت اكتور ده اللي هو الراجل يعني العدواني او اللي هو هيعمل مشكله على النتورك بتاعتي؟ اول حاجه ان هو ممكن يستغل هاردوير threats اللي هي بتنكلود ايه بقى الفيزيكال دامج اوف سيرفر، اللي هو ممكن يعمل دامج للسيرفرز نفسها، يعني ممكن يكسر لك السيرفرات او الراوترز او السويتشز او الكابلنج. ماشي، اند ورك ستيشنز، يعني اي جهاز موجود عندك ممكن يعمل له ايه، ممكن يعمل له فيزيكال دامج يعني يدمره لك. طيب او الانفايرمنتال ثريتس زي ايه بقى؟ انت مثلا عندك الاجهزه اه وتمام والدنيا زي الفل، بس مثلا الجو حر جدا تو هوت تو كولد، لو بارد جدا او حر جدا ده بيأثر على مين؟ بيأثر برضو على الايه الاجهزه الموجوده عندك، فتبقى عرضه ان هي ايه يحصل لها مشكله. طيب الالكتريكال ثريتس زي مثلا بقى النويز اللي بتنشا من خلال الانكونديشنال باور، او الانسفيشنت سبلاي فولتج اللي هو مثلا الناس مشغله اجهزه على محاول والمحاول ده ما بيديش الطاقه المناسبه انها تشغل الجهاز ده مثلا. ماشي، او الفولتج سبايكس اللي هي بقى ايه اللي هي الحاجات اللي بتنشأ من خلال الفولتج زي مثلا الفولتات العاليه قوي او الفولتات الايه الواطيه قوي اللي غير منتظمه يعني، طبعا دي ممكن يؤدي الى ايه تدمير الاجهزه وايه وانها تبوظ يعني. رابع حاجه اللي مينتننس ثريتس زي مثلا الالكتريكال كومبوننتس اللي هو بيقول لي هنا ايه this includes poor handling of key electrical components، يعني بعامل الاجهزه بتاعتي او الحاجات اللي هي بتشغل الاجهزه بتاعتي بعملها معامله كده ايه، يعني امسك السلك اقوم تانيه قوي، مش عارف اعمل مثلا من الانواع بتاعتها البور كابلنج اللي هو نوع كابل تعبان، البور ليبلنج اللي هو الملصقات لاي كلام، يعني عشان الزق اللي هو الجاك 45 ده الزقه في او اركبه في السلك بتاعه بركبه برضه بطريقه مش كويسه، طبعا ده بيؤدي لايه الى برضه ايه مشاكل. ماشي، من كل الانواع ديت اللي هي الفيزيكال ايه فيزيكال سكيورتي زي الهاردوير حاجات في، يعني كلمه فيزيكال يعني حاجات ماديه يعني حاجات ملموسه يعني. طيب النتورك اتاكس بقى ليها انواع، النتورك اتاكس زي الفيروسز والورمز والتروجن هورس. طبعا في فرق ما بين الفيروس والورمز. الفيروس ده هو عباره عن برنامج كده بينزل على الجهاز بتاعك، ماشي، بس عشان يشتغل لازم انت اللي تعمله ايه، لازم انت اللي تكليك عليه وتشغله، زي مثلا بيبقى في اي اكس اي فايلز بتنزل وانت ممكن تتك عليها بالغلط او ممكن تشغلها مع برنامج تاني فتلاقي ان هي بتعمل ايه، بتعمل كابز من نفسها كده وتعمل لك مشكله في الجهاز. طيب الورمز ده
الورمز دي ما بتحتاجش انت تتك عليها. فهي دي الفرق بينهم وبين الفايروس، يعني بتبقى عباره عن جهاز برضه، عباره قصدي عن بروجرام كده بينزل على الجهاز بتاعك، بس هو بيشتغل ايه لوحده. يعني هو ايه which requires the spreading of an infected host، ماشي، وعباره عن ستاند الون، يعني حاجه مستقله بذاتها كده، مش محتاجه ان انت ايه ان انت تتدخل او انت تشغله، ماشي. عشان كده هو مختلف عن مين، عن الفيروس. فالفيروس انت اللي لازم، انت اللي لازم تكليك عليه. الورمز انت مش محتاج تكليك عليه، لو نزل عندك على الجهاز هي ايه هيشتغل لوحده. التروجن هورسز بقى اللي هو مشهور قوي، زي ايه، زي الموضوع بتاع حصان طروادة، اللي هو يعني انت داخل لك هديه دلوقتي في شيء في هيئه حصان، بس ايه جواها جنود، والجنود دولت معاهم بنادق ومعاهم ايه سيوف وحاجات من دي. زي ايه دلوقتي اللي احنا بنقابله، زي مثلا انت بتنزل لعبه مثلا انت فرحان بيها قوي، واول ما تنزل اللعبه ديت وتشغلها تلاقي ايه، تلاقي بقى ايه انهال عليك يعني حاجات كتير جدا من الفيروسز والورمز والكلام ده كله. ده اللي هو المثال على التروجن هورسز. فدي طبعا الانواع بتاعه النتورك اتاكس اللي هي بتسمى ايه المالوير، يعني كلها بتسمى المالوير. طيب في نوع من الاتاك تاني، من نوع من انواع النتورك اتاكس يعني، اللي هو بيسمى الري كونيسنس اتاكس، اللي هو الاستطلاع. يعني انت دلوقتي عندك واحد عمال يبص عليك ويعرف انت بتعمل ايه بالظبط عشان يكتشف النقاط الضعف بتاعتك. فده هو عباره عن ديسكفري اند مابينج اوف سيستمز، واحد عمال يراقبك دلوقتي على النتورك، انت بتعمل ايه دلوقتي وبتبعت لمين وبتستقبل لمين ومش عارف ايه. فبيعرف ايه السيرفس اللي انت بتستخدمها وايه السيستمز اللي انت بتستخدمها عشان يعرف نقاط الضعف بتاعتك. طيب الاكسس اتاكس اللي هو حد بقى ايه حاول ان هو يعمل ان اوثورايزد مانيبيوليشن اوف داتا. يعني ايه دلوقتي اكسس اتاك؟ يعني واحد دلوقتي مش معاه اصلا اليوزر نيم باسورد ان هو يدخل على سيرفيس معينه، بس هو حاول يجيبهم بطريقه ما، فلما جابهم بقى دلوقتي ان اوثرايزد، ماشي. فهو ان اوثرايزد بس حاول يعمل تدخل على السيستم بتاعك ويعمل برضه حاجات كانه هو صاحب الايه صاحب الاكونت نفسه. او الدينايل اوف سيرفيس اللي هي ما تبقاش عارف تدخل على موقع معين او سيرفيس معين انت كنت متعود دايما تدخل عليه. طبعا ده نوع من انواع الايه الريكونيسنس اتاكس، اللي هي منها اصلا الريكونيسنس اتاكس والاكسس اتاكس والدينايل اوف سيرفيس. طيب الاكسس اتاكس هيبدا ياخدها بالتفصيل بتاعتها كده. الاكسس اتاكس دي عباره عن ايه؟ اللي هي مثلا زي الباسورد اتاكس، حد حاول يدخل يجيب الباسورد بتاعك يعمل له جس عن طريق بقى ايه البروت فورس اتاك، ماشي، او التروجن هورس اللي هو يدخل لك يفتح لك كده صفحه كده ويقول لك ايه، يقول لك دخل لي الايميل بتاعك ودخل لي الباسورد عشان تكسب مش عارف ايه، او عشان تدخل على صفحه مش عارف مين. فطبعا انت ايه بتقوم داخل كاتب الحاجات ديت، فهم واخد منك الحاجات دي، واخد منك اليوزر نيم باسورد بتاعك، ويبدا يدخل ايه كانه انت بالظبط. تاني حاجه اللي هو التراست اكسبلويتيشن، اللي هو بايه اللي هو بيستغل الشخص كانه هو صاحب الاكونت بالظبط. يعني بيقول هنا ثريت اكتور يوزز unauthorized privileges to gain access to system possibly compromising the target. يعني كلمة تراست اكسبلويتيشن يعني السيستم اللي موجود دلوقتي بيظن ان الشخص اللي داخل عليه دلوقتي هو المفروض اوثورايزد ان هو يعمل الحاجات دي، لكن طبعا هو ان اوثورايزد، هو عمل اكسس على السيرفيس دي بس بطريقه ايه؟ بطريقه غير شرعيه. طيب او البورت ريدايركشن ان هو يبدا يستغل بقى ايه الفولنربيلتيز او المشاكل الموجوده على البورتس، ماشي، زي البورت مثلا 22 اللي هو الاس اس اتش، لان الاس اس اتش ده بيستخدم حول العالم كله انك تدخل على راوترات وسويتشات عشان تعمل لها كونفيجريشن. فممكن يكون في فولنربيلتي معينه موجوده في بورت، وحد ممكن يستغلها عشان يدخل على البورتس ديت، من خلال البورت يدخل على السويتش بتاعك او الراوتر بتاعك ويعمل لك مشكله. او المان ان ذا ميدل اللي هو بيبقى بقى في شخص ما بينك وما بين السندر والريسيفر كده، يبدا ياخد منك البيانات يعمل عليها تعديل ويبعثها لمين؟ للديستنيشن. الديستنيشن يجي يبعت لك حاجه، يقوم واخد البيانات يقراها او يعدل عليها، وبعد كده يبعثها لمين؟ للسورس، وهكذا. الدينايل اوف سيرفيس معروفه ان هي بريفنت الاوثورايزد بيبول فروم يوزنج سيرفيس باي كونسيومنج سيستم ريسورسز. زي مثلا لو حد عاوز يعني يوقع لك موقع، فكل ما عليه ان هو يبدا يخش على يعمل نتورك كده اوف ديفايسز كتير قوي، ماشي، ويبدا يخلي الديفايسز دي كلها تبعت ريكوست للموقع ده. يوم الموقع واقع، يوم السيرفر ده واقع، فانت ما بتعرفش تعمل ايه؟ ما بتعرفش تدخل انت على الموقع، انت كشخص يوزر اساسي للموقع مش عارف تستخدمه، زي الموقع بتاع الوزاره مثلا، او زي الموقع اللي هو عاوز تعرف الدرجه بتاعت الثانويه العامه، دايما بيبقى في اول يوم تلاقي ايه؟ تلاقي السيرفر واقع او تلاقيه بطيء جدا مش عارف يرد عليك عشان في ريكوست كتير جدا من الناس بتبدا تخش على الموقع ده.
Right. بيقول هنا denial of service attacks are a major risk because they interrupt the communication, بيقفل الكوميونيكيشن اللي انت عاوز تدخل بيها على الموقع, and cause significant loss of time and money. طبعا لو موقع بقى فيه فلوس وفيه حاجات من دي فممكن يحصل لك ايه, يحصل لك مشكله ماليه, وطبعا مفيش وقت, التايم بتاعك هيبقى ايه, مش مظبوط كمان. طيب ثالث حاجه في الموضوع ده, ان هو لو حد بقى عاوز يعمل حاجه اسمها distributed denial of service, دي اللي لسه كنت بتكلم عليها من شويه, دي اللي هي فيها ايه بقى, اللي هو بيعمل حاجه اسمها multiple coordinated sources, يعني بيوصل مجموعه اجهزه كتير جدا جدا جدا, يخلي الاجهزه دي كلها تبعت ريكوست للموقع في وقت واحد, يقوم الموقع واقع. فالحاله دي بيسمى ايه, بيسمى الزومبيز, يعني بيسمى الاجهزه دي زومبي. ماشي, نتورك اوف زومبيز از كولد ا بوت نت, ليها مسمى اخر اسمه بوت نت. تمام, ده اللي هو بيمثل ايه, اللي هو الايبادات الكتير او الاجهزه الكتير اللي بعتت ريكوست في نفس الوقت للموقع, فخلت الموقع يقع. عشان كده ايه سموها ايه ديستريبيوتد, يعني دينايل سيرفيس بس موزعه على كذا جهاز. باشمهندس لو سمحت حضرتك، اتفضل. هو في الحاله دي بيبقى ايه علاج، يعني ايه علاج المشكله دي، ان انا اللي هو الريكوست لما بتبقى كتير كده على السيرفر، ايه ايه علاجها للسيرفر العلاج مثلا، بتاعها بقى اعمل ان ايه؟ هو بيبدا يحط مثلا فاير رول. فاير رول ده بيبدا يشوف ايه انواع الريكوستس اللي بتطلب دي, بيبدا يعني في كمان شويه كده هيقول لك ان في مثلا عشان احد من الحاجات دي فلازم تحط مثلا فاير رول في النص. الفاير رول ده عشان يعرف الاجهزه دي مين الاثورايز اللي هو يدخل دلوقتي على الموقع بتاعي ويطلب حاجه معينه, لازم يكون عامل اكونت مثلا, لازم يكون شخص اثورايز انا عارفه, فلازم يرد على سؤال عندي. فالفاير رول بيبعت له سؤال من عنده, ولازم السندر ده يرد على سؤال معروف عنده. يعني ايه يرد على سؤال معروف؟ يعني مثلا انا في اتفاق ما بيني وما بينك دلوقتي, تمام, فانا عملت فاير وول في النص, انت لما تيجي تخش عندي لازم اسالك السؤال وترد عليا الاول. طبعا الكلام ده بيتم اوتوماتيك, مش انت اللي بترد على السؤال, السيستم نفسه او الجهاز نفسه هو اللي بيسال السؤال وبعد كده التاني يرد عليه. فلو رد عليه بالاجابه الصحيحه يقوم مدخله عنده على ايه, على السيستم. لو ما ردش عليه باجابه صحيحه او ما ردش خالص فمش هيدخله عنده, فكده هيحد بالايه, هيحد من الريكوست اللي تتم على الموقع ده. ماشي, عشان يعرف الجهاز ده حقيقي ولا الحاجات دي كلها ايه معموله. لان طبعا مفيش اي حد في الدنيا هيقدر يعمل نتورك مثلا ل 1000 جهاز او مليون جهاز مره واحده عشان يبعت ريكوست. الحاجات دي بتتم فيرشوال, فالفاير وول بيتعرف على الحاجات دي, لو هي فيرشوال هيتعرف عليها وهيمنعها خالص. ماشي, لسه بقى نعرف دلوقتي تمام. السكشن ده, السكشن ده بيتكلم عن نتورك اتاك ميديكيشن ميتيجيشنز, اللي هو بقى ازاي احد من عمليه الاتاكينج اللي بتتم على النتورك دي. اول حاجه ان هو بيقول لك يستخدم حاجه كده اسمها الديفنس ان ديبس ابروتش, يعني بيقول لك ما بينك وما بين السندر والريسيفر لازم تستخدم حاجه كده في النص, يا اما فاير وول يا اما في بي ان يا اما مش عارف حاجه اسمها اي بي اس يا اما اي اس اي اس اي او التريبل اي اوثنتيكيشن. ماشي, اللي احنا عارفينه في الكلام ده كله اللي هو الفاير وول والتريبل اي, هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. الفاير وول ده عارفين ان هو جهاز بيبقى هاردوير, والجهاز ده بيبقى عليه مجموعه ريستريكشنز معينه لازم السندر والريسيفر يتبعوها عشان يبداوا يكونكت مع بعض. تمام, طيب هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. برضو من ضمن الميتيجيشنز انك بتعمل حاجه اسمها باك اب, بتعمل ايه نسخ للبيانات بتاعتك عشان لو وقعت يبقى انت عندك صلاحيه انك ممكن ترجعها تاني. بس طبعا عشان تعمل باك اب لازم يكون عندك شويه كونسيدريشن بقى, شويه اعتبارات كده عشان وانت بتعمل باك. اول حاجه الفريكوانسي اللي هو التايم بتاعك, يعني انت تعمل الباك اب بتاعتك ده هتتم كل قد ايه, كل اسبوع ولا كل يومين ولا كل يوم. ماشي, ولازم توفر الاستورج, لازم توفر تاني حاجه الاستورج اللي هتاخد مين, اللي هتاخد الباك اب دي. تالت حاجه لازم تعمل سكيورتي على الباك اب دي, لازم تحط لها يوزر نيم وباسورد, ولازم تغير الاماكن بتاعتها. يعني ايه تغير الاماكن بتاعتها؟ يعني الباك اب شود بي ترانسبورتد تو ان ابروفد اوف سايت ستورج لوكيشن اون ا ديلي ويكلي اور مانثلي روتيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان الباك اب بتاعك ده المفروض يكون في سيرفر خاص بالباك اب وما يكونش موجود في المكان بتاعك, ما يكونش موجود في الشركه بتاعتك, يكون موجود في مكان تاني خالص. افرض الشركه دي حصل فيها حاجه, افرض الشركه اتدمرت ولعت وقعت, يبقى انت المفروض يكون عندك باك اب في مكان تاني خالص. تمام, ولازم المكان ده يتغير كل ايه, كل مثلا اسبوع, كل شهر, كل سنه, على حسب بقى ايه, على حسب البوليسز بتاعتك. ليه برضه؟ عشان لو حد عارف ان انت عندك باك اب في مكان معين ممكن يروح يدمرك ويدمره, فلازم انت تغير الحاجات دي كلها ايه على طول. يعني
طبعا حاجه اللي هي الفاليديشن بقى، لازم تحط السكيورتي على الايه الباك اب دي نفسه، يعني ما حدش يعرف يخش على الباك اب، ولا انت ما كنتش عملت حاجه. لازم تحط باسورد ايه قوي جدا على الباك اب بتاعتك، بحيث لما تيجي تدخل عليه يبقى انت ايه اوثورايزد. طيب لازم دايما تعمل ابديت وابجريد للسيستمز بتاعتك ماشي، عشان تحل المشاكل الموجوده عندك، تصحح المشاكل الموجوده عندك. كلمه باتش دي معناها تصحيح، تصحيح الاخطاء او تصحيح النقاط الضعف الموجوده عندك. دايما يقول لك اعمل ابديت، يعني مثلا الجهاز بتاعي دلوقتي عمل ابديت، قاعد يعمل ابديت يجي نص ساعه. هو ليه بيعمل ابديت وانا ليه بسيبه يعمل ابديت؟ عشان بيبقى في حاجات فولنربيلتي ظهرت على السيستم، فبيبدا شركه مايكروسوفت ايه تنزل ابديت، تنزل تحديثات عشان ايه تصحح الايه النقاط الايه الضعف دي، بحيث ان محدش يقدر يدخل على ايه السيستم بتاعك. طيب لازم دايما على طول تعمل اوتوماتيكالي داونلود الابديتس دي من خلال السيستم، زي ما احنا بندخل على ويندوز ابديت ونعمل ايه نعمل ابديت على طول. طيب ثالث حاجه ورابع حاجه ممكن تعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن اوثورايزيشن اكاونتنج، اللي هو التريبل ايه. ايه الثلاث حاجات دولت؟ اول حاجه اللي هي الاوثنتيكيشن، معناها هو از بيرميتد تو اكسس ا نتورك. مين ده؟ هو مين الشخص ده اللي دخل عشان يدخل على السيستم بتاعي؟ مين ده؟ احمد ولا محمد ولا علي ولا مين بالظبط؟ تمام؟ من خلال بقى ايه؟ من خلال يوزر نيم باسورد. طيب تاني حاجه اللي هي الاوثرايزيشن، هو المفروض الشخص ده يعمل ايه؟ اللي هو وات اكشنز زي بيرفورم وايل اكسسنج ذا نتورك، اللي هو المفروض ايه الاكشنز اللي المفروض تتم من خلال ايه الصلاحيات بتاعت الشخص ده. تالت حاجه اللي هو الاكونتنج، هو الشخص ده لما يجي يعمل بقى الحاجات دي انا هسجل له كل حاجه بقى، عشان لو عمل حاجه غلط مثلا يعني. making records of what was done while they are there، يعني accounting اللي هو بيبدا يسجل كل حاجه ايه الشخص عملها، عشان اعرف الشخص ده عمل ايه بالظبط. افرض عمل حاجه غلط يبقى المفروض عشان ارجع عليها او عشان اصلحها لازم اكون عارف هو عمل ايه بالظبط يعني. فده ايه ده اللوج اهوت اللي هو بيتم بيخزن فيه كل حاجه، بيخزن فيه دخل الساعه كام وعمل ايه وايه اللي تم بالظبط ماشي والكلام ده كله. طيب الفاير رول بقى، الفاير رول ده حاجه مهمه جدا موجوده عندنا في الكليه على فكره، موجوده في معظم المؤسسات يعني. الفاير ده عباره عن هاردوير ديفايس بيبقى موجود ما بينك وما بين الانترنت او النتورك الموجوده عندك في الايه في الكليه مثلا او في المنظمه اللي انت شغال فيها. فانت دلوقتي كطالب موجود في الكليه، عشان تدخل على الانترنت اللي هو موجود في الكليه لازم تعدي الاول على الفاير رول. الفاير رول في مجموعه رولز لازم تتبعها. مجموعه رولز ديت يعني في مواقع معينه ما ينفعش ايه تدخل عليها، في حاجات معينه ما ينفعش تعديها، في رولز معينه لازم تتبعها. ايه بقى الرولز وايه الكلام ده كله؟ خلينا نشوف الكلمه دي الاول. بيقول لك هنا ان في حاجه اسمها ديليمترايزد زون، اللي هو بيبقى عباره عن الزون اللي هي ايه اللي هي المنطقه اللي انت بتدخل فيها عشان يتعمل لك فلترنج الاول وبعد كده تطلع تروح للانترنت. يعني انت دلوقتي انسايد اهو، انت كطالب اهو عاوز تروح للانترنت لازم تعدي على الفاير رول الاول، على الفاير رول الاول. المنطقه بتاعت الفاير رول دي بيسموها الدي ام زد ماشي، عشان لو قابلتك الكلمه دي في اي حته. طيب ايه انواع الفاير رولز؟ نعرف انواعها الاول وبعد كده نعرف هم بيعملوا ايه. انواع الفاير رول من الاسم ده اللي هو الباكيت فلترنج، دي بيبريفنت اور الاو اكسس بيزد اون اي بي اور ماك ادرس. يعني لو انت اي بي مش مسموح لك انك تدخل على النتورك دي هيقوم عامل لك بلوك مش هتعرف تدخل. لو انت ماك ادرس مش مسموح لك انك تدخل على الانترنت دي هيقوم عامل لك بلوك. فده اللي هو الايه ده الباكيت ايه الباكيت فلترنج. الابلكيشن فلترنج ده بيبريفنت او بيمنعك انك تدخل على ابلكيشنز معينه على بيزد على مين بقى؟ بيزد على البورت نمبر بتاعتك. يعني مثلا ممكن يقفل لك البورت نمبر اللي هو ال 80 اللي هو بتاع الاتش تي تي بي ما تعرفش تعمل تصفح لاي حاجه خالص. ممكن يقفل لك البورت نمبر اللي هو بتاع الاف تي بي ما تعرفش تحمل اي ملف ولا تعرف ترفع اي ملف زي عندنا في الكليه ما تعرفش تحمل حاجه ماشي. طيب اليو ار ال فلترنج ممكن يقفل لك مواقع معينه زي مثلا ما تعرفش تخش على اليوتيوب، ما تعرفش تخش على الفيسبوك، ما تعرفش تخش على تويتر مثلا، ايا كان الموقع. فده اللي هو ايه ده النوع الثالث هو اليو ار ال فلترنج، بيعمل فلترنج باستخدام اليو ار ال. تمام. النوع اللي هو الاخير ده اللي هو الستيتفول باكيت انسبكشن، ده اللي هو بيعمل ايه بقى؟ دي الحته اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول خالص، ان هو لازم عشان تدخل عندي لازم اسالك سؤال وترد عليا بالاجابه الصح عشان ادخلك ماشي كده. ده اللي الحته بتاعت الايه الاس بي اي. فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي؟ دي انواع الايه دي انواع الايه الفاير رولز، وكل نوع بيعمل ايه بالظبط. الاند بوينت سكيورتي، الاند بوينت بقى اللي هو الشخص بقى اللي هو صاحب الجهاز نفسه، اللي هو الطالب او احنا دلوقتي قاعدين في البيت كل واحد معاه جهازه، فلازم تعمل سكيورتي على الجهاز بتاعك عشان انت برضه تمديجيشن من الاتاكس اللي بتتم مع النتورك بتاعتي. انا دلوقتي كونكتد على الانترنت معرض ان اي حد يدخل عليا، فلازم اعمل ايه بقى؟ لازم اعمل شويه حاجات اللي هي ايه بقى؟ تعمل باسورد مثلا على الموقع بتاعتك،
تعمل تحط انتي فيروس عندك على جهاز مثلا الديسك توب بقى والسيرفر والسمارت فونز والتابلت والكلام ده كله، تعمل له ايه؟ تعمل له سكيورتي. ماشي، الكلام ده كله كلام عام يعني ما فيهوش حاجه مفيده قوي. سيسكو بقى عملت ايه بقى؟ سيسكو بتقول لك الاجهزه بتاعتي عليها حاجه اسمها اوتو سكيو، يعني عليها سيرفيس كده اسمها اوتو سكيو. ماشي، بيبقى عليها ديفولتس كده، ديفولت باسوردز مثلا، بيبقى عليها سكيورتي خاصه بيها حتى لو انت ما عملتهاش. طيب بيقول لك سم سيمبل ستيبس عشان تابلاي موست اوبريتنج سيستم. يعني بيقول لك الاوبريتنج سيستم اللي موجوده على الراوترز والسويتشز ديت عشان تعمل لها دايما سكيورتي لازم الديفولت يوزر نيم والباسورد ديت لازم تتغير. ماشي، ودي اصلا جزء من الاوتو سكيورتي، يعني ايه؟ بيبقى عليها ديفولت يوزر نيم باسورد، فانت لازم تغير الكلام ده. الاكسس تو سيستم ريسورسز شود بي ريستريكتد تو اونلي ذا انديفيدوالز ذات ار اوثورايزد. لازم اي حد يدخل عندك على السيرفر او يدخل عندك على راوتر او يدخل عندك على سويتش لازم يكون اوثورايز مع اليوزر نيم والباسورد، مش اي حد مع اليوزر نيم والباسورد. الانسيسري سيرفيسز، الخدمات اللي هي ملهاش لازمه، الابلكيشنز اللي ملهاش لازمه اعملها تيرن اوف. ايا كان بقى من الاوبريتنج سيستم بتاع بتاع الاجهزه بتاعت سيسكو او الجهاز بتاعك اصلا، يعني الجهاز بتاعك اساسا اللي هو اللابتوب بتاعك ماشي او اجهزه سيسكو، لان ديت عليها اوبريتنج سيستم وده على اوبريتنج سيستم. الاوفن ديفايسز شيبد فروم مانيفاكتشر هاف بين سيتنج ان وير هاوس. بيقول هنا ان الاجهزه اللي انت بتشتريها من المصنع بتبقى مركونه لفتره معينه فما بيكونش عليها تحديثات، فمطلوب منك انك تعمل تحديث للايه؟ السيرفيس اللي موجوده عليها عشان تبقى اب تو ديت. ماشي؟ هنا بيقول لي ان الباسورد بتاعتك لازم طبعا تتغير بشكل دوري، لازم يكون مش عارف فيها اقل حاجه 8 كاركترز، ابر كيس ولور كيس، الكلام ده كله كلام ايه؟ كلام سهل ما فيش اي مشكله. لازم تحط شويه ارقام مع شويه مش عارف ايه، ويفضل بيقول لك لو انت كتبت كلمه غلط يكون افضل، اللي هو مثلا عاوز تكتب كلمه سكيورتي ممكن تكتبها بالشكل ده كده، فصعب ان حد يخمنها يعني. ده الموضوع كله اللي هو بتاع الباسورد يعني اللي انت المفروض عارفه يعني. في شويه بقى حاجات كده خاصه بالجهاز بتاع سيسكو نفسه بقى، بيقول لك ان في سيرفيس اسمها باسورد انكريبشن. اي باسورد انت عملته بيحصل له انكريبشن عشان ما حدش يشوفه. في مينيمم لينس ل يعني ايه مينيمم لينس؟ يعني لو حد مثلا حاول يعمل اتمبتس اللي هو دخل 3 مرات غلط في 60 ثانيه ماشي، فانا بقفل له الكونكشن بتاعته لمده 120 ثانيه عشان يقدر يدخل تاني يعني. وطبعا في باسورد على التلنت والاس اس اتش والكلام ده كله، والاس اس اتش اساسا هو اصلا سكيورد عن التلنت فانت ممكن تستخدمه، فالكلام ده كله ايه؟ الكلام ده كله من ضمن الحاجات اللي هي بتاعت السكيورتي يعني. وازاي تنيبل اس اس اتش؟ انا بفضل ان انا هاخد المره الجايه كده عملي يعني، هاخد شويه حاجات عملي كده على على السمستر ده، بحيث ان احنا ننهي السمستر بالعملي. هنعمل بقى الحاجات الخاصه بالاس اس اتش والتلنت والسيرفيس باسورد انكريبشن، راجع عن الحاجات دي كلها عشان يبقى ايه؟ يبقى احنا كده ايه، خلصنا السمستر ده الجزء النظري والجزء العملي. لحد هنا كده في اي سؤال؟